ليلة العيد يعني لازم تعملي ماسك حلو جدا. هاتي اي علبة زبادي حتى ولو منتهية الصلاحية، ويفضل لو منتهية الصلاحية. وفاكرة الرصب بتاع القهوة اللي كنا محوشينه؟ خدي منه معلقتين، حطي عليه معلقة من الزبادي المنتهي الصلاحية ده، وبيكون تأثيره حلو جدا وما تخافيش، بالعكس هو بيبقى تأثيره احسن عشان بيبقى فيه بروبيوتكس، بيبقى لها تأثير حلو جدا على الوش وبتعمل نضارة اسرع بكتير، بس طبعا ما يتاكلش، ولكن بيستخدم على البشرة حلو جدا. وكمان الشعر مش هننساه، لو عندك بيضه مكسوره، دي كانت جايه من ماركت مكسوره كده، فانا قلت هستغلها. خدت البيضه دي وبرده خدت عليها معلقه كبيره من الزبادي اللي هو برده منتهي الصلاحيه، وقلبته كويس، وبرده هحط عليه راسب القهوه اللي كان متبقي، لان هو مليان عناصر غذائيه مفيده جدا للبشره وللشعر ولكل حاجه. ونقطه خل تفاح، او مش نقطه يعني، نص معلقه، علشان خل التفاح ده بيشيل القشر من الشعر، وكمان بيرطب فروه الراس والشعرايه نفسها. وبقلب كويس بالراس بتاع القهوة ده على قد الكمية بقى اللي انا هستخدمها لشعري، وبحط الكلام ده كله على حمام الكريم اللي انا هعمله. ايا كان نوع حمام الكريم اللي انت بتستخدميه، لو حطيتي الخلطة دي والاضافات دي عليه هيفرق كتير جدا معاكي، وهتسيبيه على شعرك نص ساعة قبل ما تاخدي الشاور بتاعك، وتلفي شعرك بكيس او بستريتش فيلم، المهم اي حاجة تدفيه بس النص ساعة دي، وبعد كده تخشي تاخدي الشاور بتاعك. الناس بقى اللي هتاكل كحك بكرة، عايزة اقول لهم معلومة حلوة جدا، ما تاكليش الكحك اول ما تصحي من النوم، كلي الكحك بعد وجبه الفطار الوجبه الكامله، تاخدي كحكيتين او بسكوتين، وحاولي تاخدي الكحك من غير سكر بودره فوقيه عشان تقللي المؤشر الجلايسيمي بتاعه قدر الامكان، وبالف هنا وشفا، بس ما تزوديش قوي يعني، كفايه قوي كحكيتين بعد الفطار. سلام، هتوحشوني، كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، وما تنسوش اللايك واشتراك في القناه، واستنوني.